واهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيانين؟ كي راكم مع صحيحتكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. لقيتوني يلاه خرجت من دارنا، دوشتو داك الشيء. شوف عرفتي شنو هزه معايا هذا الشيء، ما نقولكمش. اول حاجه البنات غادي ندير هو بعدا غادي نتيري الفلوس، راكم عارفين باش غنمشي ناخذ. والله البنات الى تم اخر لحظه، حق الله العظيم الطوموبيل راه في لافاج، عرفتوا؟ تخيلوا تم اخر لحظه عاد قلت صافي نمشي نبدل الجو، ما كانش عندي الكالون هذيك كثر من 6 ايام ما خرجتش من الدار، وانا غير الدار ما كنخرج ما كنضربش. دابا قلت والو غادي نجي نمشي. قالت لي ليلى والو حتى هي مسكينه، قالت لهم اللهم جيتي ما نهضر انا وياك. صافي قلت دابا ضروري ضروري نمشي نبدل الجو، شوفوا حالتي كي دايره. قلت لكم البنات قلت صافي ضروري نمشي نبدل الجو، المهم هانتوما معايا. مشيت للطوموبيل بعدا من لافاج راه كتغسل، الا تكون تسالات الله تكون تسالات. يوم مشيت ناخذ شي كادو هكا لليلى، شي حاجه مزروبه عرفتي شنو. اصلا راه بدات العيد الميلاد، راه بداو عندهم بداو عيد ميلاد وانا مازال ماتوا معايا. المهم نخرج دابا نمشي للطوموبيل، صافي صافي راه حاطينها. قلت لكم البنات المهم لقيت الدراري الصراحه سالاو لي الطوموبيل مساكن. قلت لكم لكم الكبيدات ديالي والله العظيم الا مسكينه ليلى عرفتي شحال ويا تصوني شحال ويا تصوني، وانا والله ما عندي الكانه يا البنات، قسما بالله ما عندي الكانه. حتى هي قالت لي والو راه ما جيتيش، فهمتوا؟ بحال الانسان صافي ما كتكبريش به. وليلى مسكينه دائما ليلى دور راكم عارفينها هي اللي كتصاوب لي لي بوفي نتاع عيد ميلاداتي، ديال اي مناسبه عندي كتكون ليلى حاضره. فما نكذبش عليكم زعما الا ما لاخرتش غتغضب عليا السيده، وانا دائما مكبره بيا ضروري نكبر بيها. المهم انا غادي يا اختي دابا نمشي للطبيب صغير شي حاجه دغيا دغيا ونشف شعري. راكم عارفين معاكم الديره له الزيت اختي ديال ماف كوزميتيك، ديجا كنت مقاده له الزيت ومصاوبه له على حقو طريقو. ايوا دابا اختي خصني نشوف شنو ندير. هاي البنات كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير اموركم احوالكم؟ ما تديوش عليا، المهم راني مريضه، الفيديو جاي ودابا نعاود لكم شنو وقع لي. المهم ما تديوش على هذا الشيء اللي راني فيه، الله يعطيكم الستار. البنات بغيت غير نهضر معاكم، بعدا البارح ما مشيتش لعيد الميلاد، كنت غاديه لعيد الميلاد ديال ليلى، وقعوا شي حويجات اللي ما قدرتش نمشي. صافي فشلت والله العظيم الا فشلت يديا ورجليا وكل شيء، وجيت للدار لبست وجت راسي ولبست وتقاديت، صافي ما بقاتش عندي الكانه حتى ديال الهضره. صافي سديت عليا الدار الينا كانت مع ماما، بقيت في الدار جابتها لي ماما. مهم شنو نقول لكم، راه لا حول ولا قوه الا بالله، جيت غير بغيت نهضر معاكم ونكمل لكم هذا الفيديو ونقول لكم غير واحد النقط اللي مهمين واللي بغيتكم نتوما تستافدوا منهم، وحتى نتوما بغيتكم ديروا اتونسيون منهم. اول حاجه ما كاينش الثقه، سرك ما يعرفوا لك حتى واحد. داكشي اللي كتحسي به ولا داكشي اللي كتدوزي منه ماشي اي واحد غتقوليه له، وماشي اي واحد محل الثقه، في محل الثقه، في محل الثقه. ركزي على هاد الكلمه ديال في محل الثقه، ثقتك ماشي اي واحد تعطيها له. غنقول لكم علاش، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله الا انا كنتصدم. غير باش تعرفي هذيك الاخت اللي كتمشي كتدوز بيني وبين حامد هادي من عائلته، اللي كتقدر من هنا ومن هنايا، اللي كدوزي من هنا ومن عندي ومن عنده، غير باش تعرفي واحد الحاجه. الا جيت نهضر هنا راه غنحطك بوجهك، اقسم بالله تنحطك بوجهك، حق لا اله الا الله تنحطك بوجهك. ولكن لا، احتراما لذاك الملحه، واحتراما لذاك الطعام، واحتراما للعشره، واحتراما للناس وللعائله، ما نقدرش نهضر وما نقدرش نقول لك حتى شي حاجه. ولكن انا غيعطيني الثقه، حيت اقسم بالله هادشي اللي كندوز منه راه غدوزي منه واحد النهار، راه السنطه كدور الاخت. باش نقول لك والله البنات الا كنستغرب انه كاينين شي ناس كيقلبوا لك غير على جمله غلطه، جمله غلطه باش يحطوها لك. كاينين الناس اللي كيستمتعوا وانت كدوزي في المشاكل، كاينين الناس كيستمتعوا كيلبيو النشوه ديالهم ولا الرغبه ديالهم وانت مأزمه ومريضه. وهذا الشيء راه شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، هذا الشيء راه غمامه غادي يدوز، انا متاكده وثقتي في الله كبيره انه غمامه غدوز، حيت رغم كل شيء انا راه ما مدوزاش قليل، فهمتي؟ راه ما دوزتش قليل، راه ايام اللي دوزتها في حياتي راه عندي 25 عام، راه كنحس براسي عندي 85 عام. غير باش نقول لك شتي، كنحس براسي عندي 85 سنه
واللي كيصدمني اكثر انه كاينين الناس عاوتاني كيستمتعوا ان ياخذوا عليك السلبيه قبل ما ياخذوا الايجابيه. كتبقى كتحط لهم فيديوهات ايجابيين، فيديوهات زوينين، وكيعاينوا غير داك السلبي اللي غيحطوا عليه، غير داك السلبي اللي انت اصلا ما مختارياهش باش يحطوا عليه. والحاجه الزوينه اللي كتزيد تصدمني انا هو كاينين الناس اللي كيبغيو كيحمقوا انه يكون عندك اعداء، كيستمتعوا انه يشوفوا انه انت عندك اعداء. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، اللي قبيح قبيح على راسو، واللي مزيان مزيان ليه ولناسو. شي اللي قبيح راه غيبقى قبيح على راسو، راه الا كنتي قبيح وباغي تكون عدو لاي، وهاد الناس هادو اللي كيستمتعوا انه يكونوا عندك اعداء راهما اصلا وحدين من دوك الاعداء، راهما اصلا وحدين من دوك الاعداء، غير انتيا ما كنتيش عارفاهم يلا عرفتيهم. فسبحان الله كاينين الناس وحق الله كيستمتعوا كيستمتعوا، وهادشي كامل انا والله ما عرفتو علاش. هادشي كامل ديال انه الناس كيبغيو يكونوا عندك اعداء، وكيفرحوا للاعداء، وكيفرحوا للسقوط ديالك، وكيفرحوا. خصكم تعرفوا انا واحد الانسانه قويه، وكيف ما طحت كنوض وما تشفيش فيا انا دابا، عرفتي علاش؟ راه غادي نصدمك، اقسم بالله تغنصدمك، حيت انا واحد الانسانه عنيده، واحد الانسانه اللي كندير داكشي اللي كيقول لي راسي، وما كيهمنيش شنو كيقولوا الناس. انا ما تشبهش فيا وتفرحي وتبقي تصيفطي لوحده ووحده تصيفط لوحده، وانا داكشي كلهم دابا الكارثه العظمى كتشوفي انهم كليكه، يا كليكه، وحده كتصيفط لوحده ووحده اه هي غتطلق وهي فرحانه. انا لحد الان ما قلتلكش غادي نطلق، غاهني راسك لحد الان مازال ما سمعتيهاش من فمي. انا الا كنقولها له هو بيني وبينه هو، ما كنقولكش انتيا، ورا ما تعرفي شنو كاين. لا داعي للهضره بزاف، سكت حسن. شي هضره بزاف سكت حسن، بلا ما نبقي كنهضر انا بزاف. انا المشكله والغريب في الامر هو انا واحد الانسان قسما بالله البنات، اقسم بالله حتى كنبغي نشوف الخير، كنبغي نشوف الحاجه المزيانه، كنبغي نشوف الناس فرحانين، كنبغي نشوف السعاده، كنبغي نجلس لدرجه انه كتكون واصله لي حتى العظم، ونجلس ونتلاقاك تموتي معايا بالضحك، نضحكك الضحك تموتي غير بالضحك، نخلق الاجواء من تاجو ونخلقوا اجواء. انا كيعجبوني الناس اللي كيكونوا قلبهم بيض، كنبغي داك الناس. وسبحان الله عندي واحد الحاسه اللي ما نقدرش نقول لكم، كيبغيو يتقربوا مني داك الاشرار، وشي حاجه لداخل ديالي كتبعدهم عليا، شي حاجه لداخل ديالي كتقول لي هادو هما بعدي منهم راه ما صالحين لكش. وفعلا كنبعد منهم، وكيصدقوا مني كنبعد عليهم، عاد كيبان داك بوعو اللي فيهم، كي كنقولوا حنا داك بوعو كيخرج اللي فيهم. داكشي اش كنقول لكم، متبقيش تثقي وسرك ما تعاوديش. وحنايا اليوتيوبرزات حمقات، وحنايا مسطيات، وحنايا كيجيب لنا الله انه شادين كاميرا وكنعاودوا للناس اللي راكي كتعاودي لعائلتك، مثلا عماماك ولا خواتاتك ولا خوالتاتك ولا عماماتك ولا كتعاودي لهم، وراه الناس هنايا راه المخير كيتفرج فيك، كاينين نسبه كبيره كتفرج فيك حيت كتبغيك وكتحبق عليك وغير كتشوف كتفرح، وكاينه نسبه كبيره اللي كتفرج فيك غير باش تعرف اخبارك، منهم اللي كيكونوا ديجا كتعرفيهم في حياتك، منهم الناس اللي كنتي كتعرفيهم وربي ما يسرهاش عليهم، وكيشوفوك انتيا بدارك وبوليداتك وناشطه فرحانه خارجه خلق الجو من لا شيء، تقدري تكوني خلقتي الجو، وهما ما كيعجبهمش الحال، كيقولوا كيفاش انه حنايا في هذا الشيء. شوفوا، بغي الخير للناس ربي غيعطيك الخير، بغي الخير للناس ربي غيدير لك غير الخير. بغي الناس، بغي غير بغي بغي الخير للناس، اقسم بالله واقسم بالله وحاشا الله سبحانه وتعالى يجيب لك شي حاجه قبيحه، تيجيب لك غير الزوينه. فبارك علينا من داك السم وداك الشيء. انا راه داك الشيء اللي عشته في حياتي، راه الا جيت نعاود لكم ونحط لكم فيديوهات راه بزاف، راه بزاف، راه ما نسكتش. ولكن كل واحد الله سبحانه وتعالى غيخلصو على قد تفعيله، كل واحد الله سبحانه وتعالى غيخلصو على التعامل ديالو مع واحد اخر. فالله يحسن العوان، قولي الله يحسن العوان، قولي الله اعلم. كيقول لك ان بعد الظن اثم، ما تجيش قولي لي وا البوز وا الزعتر وما عرفت اشنو. شوفي نقول لك، قولي الله اعلم، حيت ربي اللي عارف شنو كاين في الصدور وفي القلوب ديال الناس، ربي اللي عارف شنو كاين عند كل واحد، وربي بوحديتو اللي عارف داك الانسان شنو بيه. فدائما قولي الله اعلم، الله اعلم، وربي اللي كيرزق، راه ما كيرزق حتى شي واحد، راه لا انت لا غير كتحيدوا لي انا رزقي، ولا لا انا ولا غيري غادي نحيد لك انت رزقك.
ولا انت ولا غيرك غتعطيني، ولا انا ولا غيرك غادي نعطيوك، حيت كلشي ارزق الله سبحانه وتعالى. فالله يهديكم على راسكم، والله يهديكم على نفوسكم، وبارك علينا من هاد السم، وكونوا قلبكم زوين، كونوا قلبكم زوين. هذا ميساج لهذوك اللي كيحفروا، هذوك اللي كيحفروا وكيسينوني غير فوقاش غادي نطلق، كيسينوني غير فوقاش نطلق، غير فوقاش يشوفوا داك الورقه هزيتها وخرجت وطلقت. واش على بالكم انه انا الا طلقت غنخرج للزنقه؟ راه ما غنخرجش للزنقه، غهني لي راسك. شو انا الا طلقت راه ما غنخرجش للزنقه، حيت انا ما عمرني عرفت الزنقه كي دايره، فهميها مزيان. شو انا نهار اللي بديت كنفضفض، يلا بداتني المراهقه، وبديت انا كنقول حنا كنشم ريحه بيطاني، وبديت كنفضفض، وحتى انا بديت كيعجبني هذا ونشوف هذا، يلا بديت كنهز الراس، داك الفلوس اللي يلاه كيبدا يحبو، جا حميد داني. اي باش نكون واضحين، جا حميد داني فرو ومشات. يلا يلا بديت كن، يلا بديت كن باغية نشوف الدنيا كي دايره، جا حميد داني. انا راه حميد درسو عندي 16 عام، 16 17 عام 18 عام تزوجنا، و 19 20 21 22 23 24 25 راه 10 سنين هادي وانا كنعرف حميد دابا. واش عارفين شنو هي 10 سنين؟ فالله يهديكم على نفوسكم، والله يهديكم على راسكم. فبارك علينا من داك غيجيب لك الله، اني انا غادي نخرج، غادي نطلق، غادي نمشي للزنقه، غادي نمشي ندير، غادي نمشي نفعل، غنمشي نترك. لا لا ما غاديش للزنقه. وهذيك اللي كتقول له ايوا غير طلقها حتى نتايا، راه كاين الف وحده تمناك، وانا ماشي الف واحد يتمناني. هذيك اللي الف واحد يتمناه، انا ماشي الف وحده تمناني. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، حميد اللي معايا انا راه ماشي مع اي وحده، غير باش تعرفوا، حيت لقاني بنت الناس، ولقاني بنت الحرام غيولي معايا ولد الحرام، واني لقاني بنت الناس. داكشي علاش هو لدابا نادم على داكشي اللي دار، ومازال غادي في الخسران. هادشي اللي غادي نقول لكم، والله يهديكم على راسكم، الله يهديكم.